الأمل. لعبة صغيرة، لازالت النتيجة التعادل 0-0. كرة جوال، عاوزين نشوف جوال. ماتش الزمالك والأهلي كان فيه 3 جوال، عاوزين إن شاء الله الأهلي يجيب جوال أكتر برضو الدور ده بإذن الله، لأن الجمهور اللي هنا ده يحب يتمتع بالجوال واللي جنب التلفزيون، وكان فيه طلعات كتير والله فيها فرص. تاني طلع الفريق وبالعبر، أوبا جول 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 من هونس، فظيع فظيع، جول ما يقدرش أحمد شوبيري يعمل لها حاجة أبدا. لسه بقول كرة جوال تقوم دي تيجي جول، لا احنا عاوزين الاهلي اللي يجيب جول. هتشوف دي تاني، شوف بقى هو بينقلها، وشوف هونس هياخدها على الطاير ازاي. بص نمرة 9 بيعمل ايه، هو بشماله بيحطها زي القنبلة جوه الجول، الجول الاول هونس اللي يجيبه بعد تقريبا 7 دقايق 8 دقايق. هونس 1-0 اهو، اهو جول، اهو جول من ورا، جول تاني بقى، اهو جول، اهو حط بقى يلا، هو جول. تمام 1-0 في ثانية. اول طلعة بعد السندر، هونس يجيب جول، حلو قوي قوي. هتشوف الجول ده تاني لازم، لاني حاجة جميلة جدا من الجمهور اللي هنا هيكمل. ما فاتش ثانية عالجول، ما فاتش ثانية عالجول، لأن سمير فوزي اللي نزل أهو. بص شوف أهو سمير فوزي نمرة 20 أهو بيحط تمام الجول. سمير فوزي اللي نزل نمرة 20، سمير فوزي كان الحقيقة جابوا الجول اجينست ذا ران اوف ذا بلاي، كان احنا اللي هاجمين واحنا اللي بتضيع مننا الاجوال، واحنا الجول بتاعهم شال حاجات كتيرة قوي. واول لعبه خطر يحطها هونس، صحيح حطها كويس، لكن كان ما كانش مفروض كده ابدا، يعني ان يجي فينا الجول الاول. لكن الحمد لله سمير فوزي بعد دقيقه واحده من الجول الاولاني، يبقى 9 دقايق و10 دقايق، جولين جولين في دقيقتين. ادي كده الجمهور صحي وبنقول الكوره جواله، وجابوا جولين في دقيقتين فعلا. سمير فوزي بيلعبها طويله قدام والنادي الاهلي، حلوه يا طولت، انما مش سايبه سمير فوزي. سمير فوزي عامل مجهود كبير، خل تاني يخش طاهر ابو زيد بينقله حلو قوي، وطاهر ابو زيد لمجدي عبد الغني، تروح من مجدي عبد الغني وياخدوها هم وابتدوا يجيبوا. دلوقتي بياخدوا اللعبه المرتده، لان الاهلي هو اللي كابس، في اي لعبه مرتده بتبقى خطر. حرسوا مندي، حرسوا من ماسيوس، حرموا من ماسيوس. بقول لك حرس من ماسيوس، اقول لك 20 نوبه حرس من ماسيوس. طالع اهو ماسيوس نمره 8 اهو، شوف طالع من ايه؟ من نص الملعب. حرسوا لحد ما اداها وتحطها في الجول. الجول الثاني لبايرن ميونخ، ويبقى 2-1. مش لسه بقول اللعبة المرتدة فيها خطورة. ماسيوس اهو، شوف اهو بيحطها، واحمد شوبير بيرمي نفسه ما يقدرش يعمل لها حاجة. خسارة. كرة مع ربيع ياسين، 2-1 لبايرن ميونخ.